المواد الخام بالنسبه للمصانع، الحاجات الاساسيه هي
معنى كده ان انا بقول ان حاجات اخرى لا لا موجوده، بس يعني مش هتبقى في اولوياتي. لكن اللي احب اقول لكم واطمنكم ان في تحسن كبير في ايرادات البنوك من العمله الاجنبيه، في تحسن كبير في وضع البنوك. هنوصل ان شاء الله قريبا لمرحله اللي هي كانت قبل 2011 لما كان في سوق الانتر بانك موجود وكان كله بيقدر يغطي احتياجاته بدون اي مشكله. انا اظن ان احنا هنوصل لهذا في وقت قصير ان شاء الله. موضوع التمويل، موضوع البنوك المصريه ذات عندها سيوله عاليه جدا، لكن هو الموضوع مش موضوع ان انا بمول لمجرد التمويل، في قواعد التمويل. البنك شريك للعميل، فنجاح العميل هو نجاح البنك، ونجاح الاثنين هو نجاح الاقتصاد. احنا لا نمول لمجرد ان في اي مشروع لازم نخش مصر، احنا بندور على اسس مصرفيه، اسس اقتصاديه، وبالتالي اي فرصه للتمويل البنوك جاهزه بسيوله عاليه جدا. البنوك المصريه زي ما انتم عارفين الارقام كلها، في سيوله عاليه في البنوك، في كفاءات عاليه، في تخصصات كثيره في جميع المجالات، وبالتالي احنا جاهزين لمرحله النمو ان شاء الله متوقعينها في الفتره الجايه، واللي شايفين علامات كثيره تؤكد على هذا. الفتره الجايه توافر المعلومات وتوافر وتبادل الخبرات بين المصارف العربيه والمصريه، واحنا مرينا بخبرات ما اظنش ان في دول كثيره مرت بيها. ولكن انا عايز اقول لكم التحديات اللي جايه مش تحديات على المنطقه بس، تحديات على واضحه على الاقتصاد العالمي. كلكم شايفين اللي بيحصل في اوروبا والوضع الاقتصادي في اوروبا، الدول اللي هي زي الصين النمو بيقل بكثير، اسعار الكوموديتيز في العالم كله نزولها بهذه الدرجه تدل على اشياء كثيره. الكوانتيتيف ايزنج اللي هي امريكا بتاكسب الكوانتيتيف ايزنج بتاعها، لا نعلم اثر هذا في الفتره القادمه، دي حاجه جديده علينا كلنا. في حين في نفس التوقيت ابتدت اوروبا تعمل كوانتيتيف ايزنج، هل اثر الكوانتيتيف ايزنج ده كل الفاينانشال ماركتس ولا في الايكونومي اثر ايكون الواقع والحادث وخلال طيبها صعب ان يبقى له تاثير على الايكونومي بمعدل التاثير اللي حصل على الفاينانشال ماركتس. فاحنا في تحديات، في مخاطر كثيره على موجوده على الاقتصاد العالمي، كلنا ندرك هذا. طبعا احنا مش معزولين على هذا، كل ده هينعكس علينا وعلى المنطقه، وابتدى نشوف منه حاجات. فبالتالي لازم يبقى في تحديد لاولوياتنا، لازم يبقى في تحديد للتحديات دي، لازم يبقى عندنا الخطط لمواجهه الكلام ده. زي ما احنا في شغل المصارف دايما عندنا في اي بنك وفي البنوك المركزيه بنبص على حاجه بنسميها دوم ستي سيناريو، بنشوف كل السيناريوز الممكنه هنتصرف فيها ازاي ونقدر نتعامل معاها ازاي. الحقيقه احنا خدنا خبره الاربع سنوات اللي فاتت في كل حاجه، جربنا كل حاجه وشفنا كل حاجه وتعاملنا مع كل المواقف، وفي دول عربيه كثيره برضه كان عندهم تحديات كثيره وقدروا يتغلبوا عليها، والتبادل الخبرات ده بيفيدنا جميعا. طبعا مفيش شك ان الدول العربيه كلها ابتدت تحس باهميه هذا الموضوع، وفي ترابط كبير ابتدى يحصل الفتره اللي فاتت، وطبعا زي ما شفتم بدور الاخوه الاشقاء العرب معانا مع مصر كان دور ايجابي جدا، وما زال دور ايجابي وما زال مستمر، واحنا في نفس الوقت لنا دور ايجابي مع عائله الطول زي ما مستمر كدور مصر. فالفتره الجايه فتره تحديات، فتره اولويات، وليس فتره الصوت العالي، وليس فتره اللي نازل كل شويه نسمع حد يطلع من الجهات المختلفه طلبات اللي هي البنك المركزي لازم يعمل كده، ويجي ناحيه ثانيه يقول البنك المركزي لازم يعمل كده. لا ما هو مفيش كله كلام، الحقيقه احنا لازم نبص لمصلحه الاقتصاد، مصلحه الخلق، فرص نمو، فرص عمل مستدامه مش فرص عمل مؤقته. احنا لازم نخلق فرص عمل، لازم نعمل نمو حقيقي ينعكس على المواطن المصري اللي هو يؤدي للسلام الاجتماعي سواء هنا او في المنطقه العربيه. عندنا فرص كثيره، عندنا بوتنشال كبير في مصر. احنا عندنا البلد قدرت رغم ما حدث فيها من انكماش اقتصادي لمده طويله قدرت تسرفايف، الاقتصاد قدر يقف رغم كل هذا،
مصر رغم كل ما مرينا بيه مفيش حد يقدر يقول ان في سلع مش موجوده في السوق. بصوا على السوق المصري، انزلوا في اي حاجه رغم كل اللي بيقول لك عندنا مشكله في الدولار، عندنا مشكله، مفيش سلع مش موجوده في مصر. والاقتصاد اشتغل ورغم ان ما كانش فيه نمو حقيقي للاقتصاد المصري في فتره معينه فاتت. فبالتالي ده يدينا بالعكس يؤكد لنا ان في نمو، في فلوس موجوده جوه البلد. بس اخلق لها فرص المناسبه. واكبر مثال على هذا وهو شهادات استثمار قناه السويس لما طرحناها، قدرنا نغطي من المصريين فقط 64 مليار دولار في 8 ايام. وده رقم كبير جدا على الجهاز المصرفي المدمج في 8 ايام من اي مشاكل. من ضمن ال 64 مليار كان في 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي. وبالتالي يبقى موضوع الشمول المالي وهو جزء مهم جدا من شغلنا الفتره اللي جايه، موضوع ان احنا نزود التعامل الناس مع المصارف مع البنوك المصريه، لان عدد اللي بيتعاملوا مع البنوك المصريه في رايي كمحافظ بنك مركزي اقل بكثير من البوتنشال. المفروض ان هو يبقى رقم اكبر من كده. فبالتالي عندنا مجال كبير ان احنا نلتزم الناس دي للسوق المصرفي، نلتزم السوق غير الرسمي الى السوق الرسمي. فهي كلها تحديات لكن قابله للنجاح وقابله للتحقيق لما يبقى في فرص، نخلق الفرص الاستثماريه الجيده. الدوله المصريه تعمل بجد وعارفه اهميه الاستثمار. وانا بقول كلمه الاستثمار مش استثمار اجنبي بس. كلمه استثمار يعني استثمار محلي واجنبي، واهتمامي بالمستثمر المحلي مهم جدا، لان المستثمر المحلي لما بيستثمر في بلده المستثمر الاجنبي بيجي. مجالات الاستثمار متعدده، الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، والدايفرسفايد مش معتمد على حاجه لوحدها. عندنا مجالات فيها فرص نمو كبيره جدا. السياحه وهي مجال بالنسبه لمصر نحن لابد ان نعمل عليه، لان هو ده اللي ممكن يكتسب لنا عوائد عاليه واستثمارات كثيره في بلد فيها كل الفرص الاستثماريه في مجال السياحه والمجالات الاخرى الكثيره والقطاعات المختلفه. فبالتالي عندنا فرص للنمو جيده جدا، ولكن الدوله مش هي اللي هتعمل كل حاجه. الدوله والقطاع الخاص والمصريين جميعا كلنا لازم نساهم في نمو الدوله بتاعتنا، كلنا لازم نساهم في ان احنا نعمل لصالح البلد. واظن ان احنا الكلام ده هيتحقق. الشعب المصري واعي جدا لهذا الكلام، والشعوب العربيه كلها يعني الحقيقه انا سعيد ان انا بشوف اجتماع مهم او مؤتمر مهم زي ده بيقام في مصر، ان انا اشوف وجوه كثيره. ولو تسمحوا لي يعني اذكر بالاسم استاذ عزيز عليا وهو من احسن المصرفين العرب، الاستاذ عبد الله السعودي موجود تصوير هنا وهو من احسن في هنا. عندنا الامكانيات الفنيه كلغه عربيه وعندنا الامكانيات الماديه، ولكن لابد من تبادل الخبرات وتبادل الفرق والاستثمار داخل المنطقه العربيه. لابد من الاستثمار داخل المنطقه العربيه، لان هو ده المستقبل اللي يهمنا جميعا. والحقيقه ده اتجاه حميد واتجاه ابتدى، وان شاء الله يستمر في الانطلاق. اقدر اقول لكم ان احنا كجنوب مصريه بنقوم بدورنا جيدا، وعارفين التحديات اللي جايه جيدا، وجاهزين لها ان شاء الله ان احنا نكون لنا دور في النمو الاقتصادي المصري اللي احنا شايفينه ومطمئنين ان شاء الله جاي وبيحصل. واتمنى لكم في هذا المؤتمر الهام النجاح والخروج بافكار تساعدنا جميعا على